طالب خالد سليم. انت هترعيش من الاول ماشي يا دكتور. خاف من الكلاش. اسئلتنا بسيطه، اسئلتنا بسيطه خالص. اتفضل يا دكتور. انت ماشي وانت رايح العياده عندك وعلى باب العياده انت لسه ما بقتش دكتور. طب انت جاي الكليه؟ اه. في الطريق كده هو راح عربيه خبطه واحد صاحبي. ربنا يسترها يا رب. السؤال ايه؟ عربيه ولا الفص انا مش فاهم. السؤال تاني من الاول يا دكتور معلش. العربيه خبطته. طب ساكت. مين العربيه؟ صح يا ابني اتكلم يا حبيبي. انا سؤالي صح. لا 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 انت هتعملهم لي شويتين دول. ما انا فاهمكم انا عارفكم. مع السلامه يا ابني. الف سلامه.